متتبعي قناه الفاس برز غادي ندير واحد الزياره لحي كالوجيرا بمدينه الدار البيضاء وبالضبط في عمالة مقاطعه بن مسيك حي كالوجيرا تيتواجد على يعني في الخط الفاصل ما بين بن مسيك ومقاطعه الفيدا وتتواجد بالقرب من درب خليفه وحي افريقيا وحي جوادي درب كالوجيرا من اشهر من اقدم الاحياء في عمالة مقاطعه بن مسيك حيث بدا البناء في سنوات الستينات من القرن الماضي جينا لهذا الحي هذا باش نعرفوا علاش سمى هذا الحي واش اهم الشخصيات اللي نجيب هذا الحي هذه ممتعه من أدى حي كالورجيرا من جات التسميه تاع الحياة؟ هذه اولا تنشكروا اذاعه الانفاس اللي حضرت الحضور اللي يعني عندنا تيديروا هاد البرنامج ديال الذكريات والذكريات تجعل واحد الحنين للساكنه باش اللي تحولت من ولاد الساكنه يعرفوا بان كالورجيرا راه باقي نماليها باش يجيو ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة، أما الساكنة كيف جاتها تسمية كالوجيرا خويا؟ كالوجيرا بدات في الستينات، بدات في الستينات وهذا الاسم جاء من الشركة اللي كانت اللي كانت هي مصاحبة العقاب وكان صاحبة العقاب وكان هذا العقار تي... يحتوي على على الطبقة... طبقة طبقة سفلية يعني غير بلوك هذا حنا اللي واقفين فيه دابا يتجاوز هذا هو البلوك واحد الاول وكاين بلوك جوج ثلاثة أربعة حتى الخمسة هذوما كانت هي كلها بلوك عبارة على بلوك وكانت كاين 60 متر وكاين 71 متر 60 متر دايرة 100 ميوت... كانت دايرة مليون و180 ألف ريال و 71 ميتو كان دير مليون و 120 مليون و 120 الف يعني زايده شويه هذيك 180 قبل زايده مليون و 20 الف ريال هذا هو الفرق بيناتهم وكانت هذا البلوك دار لي من تدفع 500 درهم للشركه الشركه تتاخذ تتاخذ واحد الورقه ديالك وتتولي تدفع بحال تريتا هذيك تبيته عباره على 80 درهم في الشهر تدفع هذيك 80 درهم لا تعطلتي واحد النهار تزيد عليك جوج درهم من تتخلص العساسه اللي كانوا هنايا البعض يقول بان كانت واحد السيده هنا اللي هي كانت فرنسيه ربما هي اللي ت... الاسم ديال الحي ت... تخدم من عندها هي هي هاد السيده كانت عندها ديبو ديال الحلوف وكان عندها هنايا في في هذه البلاصه اللي هي دابا ولات دار دا 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 الشباب بن سوده تما كاين كان الحلوف تيخرجوا تيبعه تيبعه كانت زا... تيبعه في النفايات النفايات اللي كانت تيلوح الميريكان هنا كنا تنسمعوا حنا صغار تنسمعوا بانو زباله ميريكان يعني تطلع وتخرج تم وهي كانت تجيب واحد الكوتشي ديالها وتنخرجوا حنا تبعوها وتعطينا الفرن داك الشيء في الصغر ديالنا لهذا آه تتقول احنا ما خديناش كصغار ما عرفناش 100% هي الشركه كانت سميتها كالوجيرا ولكن هذيك السيده هي سميتها كالوجيرا اللي هذيك الكاوريه كانت تتعاطف مع الاطفال وداك الشيء وبقى هذاك الاسم راه حمل واحد المده طويله سميت كالوجيرا يعني اذا اسم طويل مده طويله واش هي فرنسيه نيت ولا لا هي فرنسيه الاصل والشركه كانت هي فاهمه الاصل ولكن العساسه اللي كانوا هما هنا هما اللي تخلصوا كانوا مغاربه كيفاش العساسة, العساسه كانوا هنا؟ العساسه كانوا هنا هما اللي تيوصلوا ديك الفلوس للشركه حيت الشركه كانت في جيش شارع جيش الملكي تيهبطوا هنا مع الناس الساكنه كانوا ما عندهمش ما عندهمش التنقل فاش غيتناقلوا داك الشيء حيت هي كانت عباره على غابات وما يقدروش الانسان اللي يستصمم فيها ولا يسكن فيها في واحد الوقت وكان هذوك العساسه النهار وكانوا عندنا عساسه ديال الليل كان سيب القايده وكان واحد الاخوان اخر حتى هما وكان عساسه في بلوك واحد وبلوك اربعه كل كل حي داير عساسه وبقى الساكنه بقى ما بدات ما بدات الساكنه حتى 68 علاش بداو تيسكنوا واخا ماشي قبل بداو في 68 تسكنوا علاش علاش بداو تيسكنوا حيت داو عساسه ديالهم وعساسه ما كانوش طوموبيلات كثار كانوا الضيوف عساسين على الضيوف فقط دايرين لهم واحد النسبه وعساسين شحال من بلوكين في هاد كالوجيرا؟ كانوا الساعه خمسه البلوكات بلوك واحد بجوج حنا تنتواجدوا في البلوك واحد دابا البدايه ديال كالوجافا هي دي. هذه وتنتواجدوا تنتواجدوا حدود بن مسيك يعني إحنا بيننا وبين مسيك ما بيننا وبين فيدا غا كانطرا تنتواجدوا في حدود ديال و كانطرا هي اللي هي اللي الحاده ما بين بن مسيك و حنا حنا في الحدود ديال بن دابا كالوجيرا ما بقاش يحمل الاسم تاع كالوجيرا شو ولا سميتو دابا ولا الاسم ديالو حي محمد بن حنا الزاني على واحد المقاوم امتى امتى تبدلت السميه تبدلت تقريبا في التسعينات تقريبا في التسعينات ما عنديش انا حدد الوقت ديال السنه ولكن هي في التسعينات فاش تبدلت أنت كما تتشوف تنتواجدوا بان الصيدليه هي باقا تحمل الصيد ديال كالوجيا باش تعرف هذا الاسم باقي في قلوب المغ... في قلوب ولاد كارلوجيرا كلهم من غير واحد المقهى تتحمل اسم كارلوجيرا هذا كما حنا دابا تنتواجدوا حتى الحانوت ديال با حمد الله يطول لينا في عمره انا تيتزوج 80 عام غاد 90 ودابا الاولاد هما اللي حاضرين هنا حنا بالنسبه لنا الساكنه اللي خرجنا ما ما تيردوناش كاع علاش حيت حنا ولاد الساكنه هما ولاد الساكنه بلا ديفتار ناخذوا اللي بغينا هادوم من الحوانت القدام والسيب الجمعه تا والله يرحمو راه هي تا هو من الناس القدام من الحوانت اللي كانوا عندنا هنا في, في, البلوك واحد تعلمنا من الساكنه ديال كانوجيره وحنا زدنا هنا وكبرنا هنا والمحل هذا المحل تعلمنا فيه والمحل الدار ديالنا اصلا ديالنا وكان في خويا وخويا هو اللي علمني الصنعه خويا مشى لبلاصه اخرى وبقيت نشد هذا المحل انا هنايا تقريبا من الثمانينات حنا في هذا في هذا من بعد القرايه دخلنا الصنعه وحنا بقينا فيها دابا يعني السدادر درت تاع الناس تاع كالوجر انت هما اللي صايبتهم وتقريباً تقريبا تقريبا استغنا مع الناس ديالنا صابنا المسدادر والشراجم والبيبان اللي حب شي حاجه تنصيبوها ليه اللي حب شي حاجه تنصيبوها ليه وحنا من الناس من الساكنه القدام ديال كالوجر تقريبا حنا ساكنين من الاول من السبعينات حيت الدار الوالد ولي بناها الله يرحمه مسكين ولي بناها الدار هادي وبقينا ساكنين ومتعرفين على الناس كاع كاملين هذاك الوجير راه كل الناس بحال بحال كاع كاملين واحد 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 تقريبا بحال العائله حنا في هذا الدرب هذا حنا كنا بحال العائله شتي تعرف شي هذا ايه دا. حنا دابا تنتواجدوا حدا مركب الحسن الثاني الشباب هو كان الاسم تيحمل الاسم ديال بن سوده وفي 2002 حط صاحب الجلاله نصب الله الحجره الاساسيه دياله والتشجين ديالو كان في 2005 من بعد التشجين ديالو تحمل هذا الاسم ما بقاش سميتو بن سودة هو كان تيسمى تيحمل شبيبة بن سودة بحال هذه دار الشباب تاع المنطقة هذا هي دار شباب المنطقة وهذه فين تعلموا الناس هنايا بزاف بزاف كانت فيها رياضة ديال كرة القدم كان كرة السلة كانوا الناس اللي تيديروا هنايا هادشي ديال المسرح خرجوا النيت هنا كاين بعض الإخوان المسرحيين خرجوا باقي النيت تيتواجدوا في الساكنة دابت في هنا يا دا البلاصة هي اللي كان كان غكوري وكان عيب على الشجار ودك شيء وكافية ناس ودك من بعد في من بعد تحيد كدك الكوري ودك شيء ولا ترحبه رحبة الغنم بدات هنايا في ديك الثمانينات حتى هي 84 بدات الرحبة، وهذا الرحبة راه تنضم بزاف الناس وكانت عندي واحد الحاوية حاوية وواحد النشاط في الساكنة، كل شيء كان تيستافد منها مول الكروسة مول لوندا مول هادي مول هادي، يعني بلا ما نكثروا، وحاليا ما بقاتش وتنتمناو مع هذه الجائحة لحيدوا داك الشيء ترجع عاوتاني الساكنة تستافد منها. وهنا دابا اصبح في 2000 2000 2001 الجمعية حي محمد بن حسن الوازاني كنا من ضمنها نصا كنا كان هذا الملعب وكان جات شنو صاحب العامل صاحب الجلاله هنايا ودار هذاك الملعب ودوز واحد الفتره باقي دابا عاودنا حنا في الترميم هو كما تشوفوا تلعبوا فيه دابا الاطفال حنا الدواج الوحده من دبيت وزاره الشباب والرياضه اللي تابعه العمل عملت بن عملت مقاطعه بن مسيك وتابع العملات مولاي رشيد وهناك هنا فين كان هذاك في الديبو اللي كان ديال ديك النصراني اللي كانت تخرج ديك الساعه ديك الحلوف وداك الشيء تيسرح وكانت هنا عباره على على النفايات فين كانوا تيتلاحوا من راه هذا الشيء اللي كان, كان النفايات ومن بعد جات واحد الوقت ولا ولا واحد الديبو تتعطى فيه المعاونه كاس الوقت كانوا تيعطيو المعاونه في ذاك الطابو ديال الزيت ذاك الصفار وداك الشيء كانت من هنا تتعطى المعاونه. اش من عام دات هذه المندوبيات؟ هذه المندوبيه دات في 79 من 79 بدات. نتوجه وحده هذه الاعداديه ديال الحمراء اللي تتشوف كما وهذه كان كان ملعب كان ملعب رياضي هنايا هو كان ملعب رياضي وديك السنه بمسك كانوا ملعب رياضي وهذا آه هنا حيت هنا كانت الارض اراضي اراضي كانت خاويه بزاف عندنا وكانت تحتوي على ملاعب كثيره يعني هنا كانت تضج بواحد الملاعب كثيره هنايا وعطات واحد ثلاثه رياضيين راه باقي الان ساكنين هذا الشارع هذا تسمى بالشارع عبد الله الصنهاجي كان عباره على رمل كان بياضه كان البياضه وكان هنا واحد الملعب كنا تنسمو ملعب الشجره الشجره كان هنا هذا الشيء اللي كان كان كلها شجر تقريبا كلها شجر هما حنا كما تنتواجدوا اقدم فران عندنا هو هذا كان الطيف فيه الحسنيه كالوجيره زعما هذه الاحياء المجاوره لنا ولكن هو كما تتشوف مع مرور الوقت ما بقاش كاع حال يعني السد شكون هما اهم الاسماء اللي نجيبها بزخرة بزخرة اللي نجيب هذا الحي تاع كالوجيرا؟ بالنسبه للرياضه كما كنت تعرفوا كانت الرياضه زاخره باللعابه زاخره بالولاد الساكنين اللي كانوا يتعبوا ولكن اللي بقاو تيتواجدوا في الساكنه وبقاو معنا كاين رضوان العلالي تعرفوا كنت يلعب في الوداد حمل القميص الوطني كاين السي مصطفى مصطفى حتى هو يا سي عفتاح سعد عفتاح وهذا السي عفتاح خاصكم تعرفوا هو والسي مصطفى معايا دابا في الوداديه الان باقيين تنشطوا في الرياضه اذا انا هاد الكالوجرال نجيب اسماء الوداد والرجاء ما كاين والو لا واش كان شي حاجه راه مشاو بكري هادوك خارجوا هذا هو المساله نضحكو آه بالنسبه للاسماء الاخرى السياسيه ولا الفنيه احنا بالنسبه لنا الممثلين اللي دازوا عندنا هنايا يعني دازوا ممثلين كتاب ولكن الممثلين اللي ما بقاو قاعدين في الساكنه وداك الشيء احتباق الان تيتواجد السي الزوين خالد لان كما تعرفوا راه بان بان الايام في الدوزيم وباقي تيتواجد والسي الحسن هذاك البصري توا كان من فكاهيا الاولين كنت نتمناو عاوتاني يبان في الشاشه